الفيديو الجاي اللي راح نشوفه يعني يمكن راح تنبهرون اكو هيك شيء او تستغربون انه اكو هيك شخص وبهيك قدرات عقليه وموهبه. اليوم راح نحكي عن زكريا خليل من الموصل، شاب عنده قدرات خارقه بالحساب وبالارقام وايضا في القران الكريم. زكريا بس تنطي مواليدك يقدر يحسب لك عمرك بالسنوات والاشهر والاسابيع وحتى الايام وبالدقائق. ما تعرف شلون هدفه الوحيد بالحياه انه يفيد الناس ويقدم لهم العلم والمنفعه بطريقه سهله ومبسطه. وايضا زكريا ما يؤمن انه اكو مستحيل بالحياه. خلونا نتابع. 19 من هواء 2018 زكريا خليل الربيعي من مدينة الموصل، نقدر نقول عليه موهبة خارقة. زكريا قدر يحصل على 180 شهادة من مختلف دول العالم، عنده طريقة غريبة عجيبة بالحساب والرياضيات. 19 من هواء 2018 بحيث يقدر يحسب لك عمرك بالسنوات والأشهر والأسابيع والساعات وحتى هيك موهبة المفروض كل العالم يلتفت إلها ويحتضنها. لكن مع الأسف زكريا لحد الآن ما لقاها الاهتمام بمواهبه حتى يطورها أكثر وأكثر ويخدم بها الناس. زكريا مو بس شاطر بحساب الأعمار والأرقام، وإنما شاطر أيضاً بالقرآن الكريم وحفظ أرقام الآيات القرآنية وين موجودة بأي جزء ورقم الصفحة الموجودة بيها الآيات بدون ولا غلطة. فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، وليسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى. زكريا عنده مبدأ بحياته، إنه ماكو شيء اسمه مستحيل، ويقول كلمة مستحيل إحنا نصنعها، ولازم تنمحي من قاموس حياتنا، وأطلق بهذا الخصوص هاشتاج هو لا مستحيل في الحياة. الحلو أنه زكريا عنده طريقة جداً حلوة وبسيطة وعجيبة يساعد بها الأطفال من خلالها على حفظ القرآن الكريم بكل سهولة وسرعة. هدفه الوحيد أنه ينشر الخير والمنفعة وتسهيل العلم للجميع.